ذوقيه بقى ويطلع معاكي زي الحلاوه. طلعي بس حته كده بره المجرى. ايوه لفيها يلا. ها شد حلاوه. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بعد كده هتقعدينا في البيت حبيبي. يا عم صلاح ما تقولش كده، ده انت الخير والبركه. ده انا لسه بقول يا هادي اهو. هادي هادي. افتح. عيشة جرى قدامك. سيب ايدي بلاش كده. وانت لسه شفت حاجة على بنت وفي منطقتنا؟ فاروق في ايه ده بابا؟ ناسف فندم، عشان لما اقول لك انك مش متربية وماشية ورا دماغك اللي هتعمل لنا فضيحة في كل حتة، محدش بعد كده يقول لي ان كنت غلطان. وانت يا ولد حسابك معايا بعدين. يلا. انا اسفة يا فاروق جدا. انا اسفة يا عم صلاح، اكلمكوا تاني. انا اسفة جدا. ايه ده؟ واضح ان مفيش غيرنا في الجامعه. واضح ان قدرنا عاوز نقابل بعض كتير النهارده. على فكره جوزك شكله لطيف. او انت كمان شكلك بقيتي احسن شويه. صالحك ها؟ ما تقدرش تقول صالحنا يعني او لا، بس هو كان لطيف فعلا النهارده. بصي الموضوع كله في ايديكي، يعني شوفي انت في الاخر عايزه تعملي ايه واعملي. والله يا دكتور انا لسه بفكر، يعني هو وعدني ان هو يبطل الحاجات اللي بتضايقني، ف هشوف بقى. طب حلو حلو. وعامة ما تفكريش كتير، الحاجات دي بتاخد وقت ومفيش اي داعي انك تتسرعي. صح. طيب عن اذنك بقى بقول لك ايه، اختك ولا صاحبتك؟ اختك. انت قصدك لا قصدك صح، اختي اش. اش ايوه بالظبط. هي عامله ايه؟ اصل انا بصي انا ما بفهمش في السوشيال ميديا والكلام ده، فانا برضو لازم اتاكد. بس يعني انا كنت قريت حاجه كده ان هي بتشتغل في ورشه ميكانيكا. يا نهار اسود يا نهار اسود اسود. قلت لك ان انا بتدرب بتدرب مش بشتغل. وبعدين انا مش محتاجه الفلوس اصلا عشان اشتغل. هتحتاجي لها ياش، هتحتاجي للفلوس. وكسرت كلمتي مرة تانية. يوه هو انت شفتني بعمل ايه؟ انا نفسي اعرف. عربية وشغالة عليها، انا في هندسة ميكانيكا، يعني طبيعي انك تشوفني في المنظر ده. تشتغلي ايه في العربيات؟ ميكانيكية؟ انا مش فاهم الجيل ده بيفكر ازاي. ايه اطلعي بقى انت على اوضتك، نهدى بقى كده عشان مفيش حاجة اسمها نهدى. انا بس اللي اتكلم وكله يسمع كلامي. مش حضرتك مشيت ورا دماغك ووصلتينا للفضيحة دي، انا بقى هكسر لك دماغك. من اللحظة دي مفيش خروج ومفيش عربيات، ومن بكره الصبح هتحولي لجامعه تانيه وكليه انا اللي اختارها. يا كده يا مفيش تعليم ولا في خروج. مش من حقك على فكره. مش من حقي. هاتي المحفظه بتاعتك. هاتي كده بقى، لا في فلوس ولا عربيات. انا هوريك التربيه اللي ما تربيتهاش وما كنتش عاوز اوريها لك. يا بابا من فوق على اوضتك. يلا هاي. ايه فريده؟ هو انت كنت مستني حد تاني ولا ايه؟ لا 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 طبعا اكيد لا، بزياره غير متوقعه. بس ليه؟ هو احنا مش صحاب ولا ايه؟ لا لا اكيد طبعا. اتفضلي اتفضلي. هي يعني انا قلت ارد لك الزياره، بس كان نفسي اشوفك كده وانت في محاضره عايزه دكتور بقى وبتشرح للطلبه بتوعك. الحمد لله ربنا ستر. تشربي حاجه؟ لا انا مستعجله وهمشي. ليه؟ دي هدية بسيطة. هي يعني متأخرة شوية يعني، بس بمناسبة الشغل الجديد. حلوة قوي. بجد؟ أيوة بجد طبعا. طيب أنا همشي بقى عشان يعني. ليه؟ طب ما تخليكي شوية. لا متأخرة وبرد الزيارة. حاضر أكيد طبعا. يلا باي 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 باي, باي.